حياتي. وحشتك يا دير يا أمه. وانت كمان يا طلعت يا ولدي، قوي قوي. الحمد لله يا ولد ان انت بخير. انت بخير؟ عملوا فيك ايه الكلاب بتوع شوقي زهران؟ جابوك لينا كيف؟ ليه الدموع اللي في عينيك دي يا أمه؟ معلش يا ولدي، اصل عمك السني جالي وقال لي ان في ناس شافوك في المينا وانك في ورطه شديده يا طلعت، وطالب انك تشوفني. نزلت جاري زي المجنونه، لقيت تحت البيت عربيه واقفه، نزل منها راجل طيب، قال لنا اللي حوصلك لولدك، ما صدقت ركبت معاه. بس بعد ما ركبت معاه يا ولدي حسيت ان انا اللي في ورطه يا طلعت، واني وقعت في وسط ناس سوا. استحملت المسافة دي كيف؟ صرخت وصوت وزعقت لكن من غير فايدة. هدوني وقالوا لي انهم حيوصلوني لولدي ليك يا طلعت، لكن انا ما صدقتهمش. يوم بطوله يا ولدي وانا في العربية، لحد ما جيت هنا وشفتك. انا ما بقيتش فاهمة حاجة يا طلعت. ست كان يعرفها من زمان، هو وصاحبه شوقي ومضيفها وبيدخل لها أكل وشرب. الواد عبد العال واخد أوامر يشوف طلباتها، جبلته هو شايلها صنية وأكل. حكاية غريبة قوي وتقلب الراس. يا بوي كل ده حصل؟ أنا مش قادرة أصدق اللي أنت بتحكيه ده. الحمد لله ربنا سطرها معايا لحد دلوقتي، بس ما بقاش قدامي غير إن أكمل اللي جيت عشانه. يام كان قلبي حاسس يا طلعت من يوم ما هملتني وسافرت إنك جاي على هنا، بس كنت بكذب نفسي يا ولدي. انسي كل حاجة دلوقتي يام، لحد ما نلقوا طريقة أطلعك بيها من هنا، بس قبل الراجل ما يجي. مش عايزك تكوني موجودة لما الراجل ده يجي هنا، في حساب بيني وبينه ولازم أصفيه. لا لا يا ولدي، أنا مش هفوتك، أنا هفضل جنبك إن شاء الله موت حتى. المهم أكون جارك. يما أسمع الكلام، ما تبوظيش كل حاجة يا ولدي. أمشي من هنا كيف يا طلعت؟ أمشي كيف من غير ما أشوف؟ نفسك تشوفي ولدك. حاضر، بعدين يوم بعدين هخليك تشوفيه وتملي عينك منه. قول يا طلعت، انت شفته زين يا ولدي؟ عايش زين يوم، بس بتعذب عشان مخلوق بقلب ابيض في وسط ناس عفشي شبهك زي الملاك. لولاه يوم ما كنتش عارف عايش ازاي هنا. مش عارف اقول لك ايه، افرح ولا احزن انكم اتقبلتم يا ولد بطني، ولا قادر اصدق اني بعد السنين دي كلها هشوف شفيق اخوك، اشوفه بعيني والمس بايدي. انا لازم امشي دلوقتي عشان ما حدش ياخد باله. يام انا عايزك تسمعيني زين، مش عايز اني اغلط غلطه واحده. مش لازم اي حد يعرف انت مين بالنسبه لي.